كما حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي من أي محاولات تستهدف عرقلة سير العملية السياسية في اليمن أو تعمل على تقويضها، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض مع مطالب الشعب اليمني ويمثل عملا غير مسؤول يضر بأمن البلاد واستقرارها. ورحب الأمين العام في بيان صادر عنه بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، واعتبرها خطوة إيجابية خاصة في هذه المرحلة الحساسة والمضطربة التي تشهدها اليمن. العربي أكد تضامن الجامعة مع قيادة وحكومة وشعب الجمهورية اليمنية، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المطلوب لليمن وتمكينه من التنفيذ الكامل لاتفاق السلم والشراكة الوطنية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية التي تشكل جميعها الأساس الحقيقي ليمن مزدهر ومستقر.